السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. في حتة مهمة جدا أنا نسيت أقولها في الجزء الأولاني، لازم تتقال دلوقتي. إن بالطبيعي هتلاقي زوجتك بتقولك اتفضل اتفضل أكتر من مرة، أوعى تستجيب من أول وتاني مرة. ده قاعدة كده. ليه بقى؟ لأن هي بتقول اتفضل كده وخلاص. طب ما ستي ولعي النور الأول، افتحي الباب لاخره والسعي، يشوف هنمشي فين، اتفضل فين، انا مش شايف حاجه، انا شايف بابين مقفولين او باب مفتوح والتاني مقفول، اتفضل فين. فاقول لها طب يعني خلي كلامك بريسايز او محدد قوي. ان هي بتقول لك اتفضل، اقول لها طب اتفضلي انت افتحي النور وافتحي الباب وانا هدخل عشان معايا شنطه بس، وانت فاهمه الدنيا ولابس جاكيت وكده. فتقول لك اوكي، لان هي ساعات بتبقى مربوكه، ممكن الزوجه ما تتوقعش انها عندها ثبات انفعالي في هذه الحاله، لان برضو ما راحت او جت هي ست، واحده ست بتبقى في الموقف ده كان هي برضو شرفتي بيتك يا عروسه وانت العريس انت الراجل، فبيبقى عايزك انت تخش الاول تاخد الليد يعني او كده، اتفضل خش وتقدرك وتديك مقامك. فانت معلش مقامك محفوظ وكل حاجه، بس انت مش عارف الشقه، انت مش عارف تتدخل على ايه، واي حاجه هتعملها محسوبه عليك، هي مراقباها. فهي ما تغلطش وتقول لك اتفضل وخلاص، تروح انت داخل بقى دايس على حاجه، كاسر حاجه، خابط حاجه بدراعك، داخل بالشنطه موقع بقى المرايه على الارض. يعني انتبه للامور دي كلها، خليك برضو مش مرتبك. وفي ناس بتبقى مربوك ومعاه شنطه وشايل مش عارف ايه على كتفه ويرمي دي في الارض ويقلع الجزمه ويخش بفرده والتانيه، بيبقى وضع مزري جدا، ويقعدوا يخبطوا في بعض ويجي يوطي يقلع الجزمه وهي بتوطي، يروحوا خابطين دماغهم في دماغ بعض، وحاله مزريه جدا. بيبقى لو في جرام معديين بيسيبوا اللي في ايدهم ويقفوا يتفرجوا على الموقف اللطيف ده، وهو موقف مش لطيف الحقيقه، ويا ريت ما يجرالكش. فعشان تتجنبه قول لها لا اتفضلي خدي حالك ومحتالك، وافتحي لنا الباب ونوري النور ووريني الطرقه، وريني هنخش فين وانا اخش. فممكن تقول لك ماشي هات الشنطه، طيب ادخلها انا وخش انت بعدين يعني، او خش بعد الشنطه باخد منك الشنطه. ماشي اوكي مفيش مشكله، هي بتساعد. ساعتها اديها قدر من يعني ايه المسؤوليه، الحته دي ساعديني في المسؤوليه. طب خدي الجاكيت علقيه انت مثلا، ساعتها في الحاله دي اقول لك اوكي. لا طب خدي الجاكيت مثلا اعلقه فين، تقول لك لا هات اعلقه انا. فيعني ما تقولهاش علقيه انت، قول الجاكيت اهو اعلقه فين، تاخده منك وخلاص. ساعتها انت هتبقى خفيف شويه، تقدر تشيل شنطه، هي ممكن تاخد منك الشنطه وهي عافيه وصحتها كويسه، ربنا يبارك لك في زوجتك، ويخلص الموقف ده. نخش بقى لجوه الشقه تاني، النصايح بتاعت جوه الشقه. انت مثلا عايز تشرب كوبايه شاي او اي حاجه، ما تقولهاش ما عندكيش كوبايه شاي، لا استنى اما هي تقول لك تشرب ايه، او ما تقولهاش عندك حاجه تشرب، بلاش الطريقه دي. الاحسن لو انت هتموت وتشرب اي حاجه قول لها انا عطشان، ما تقولهاش هاتي لي كوبايه ميه، لو سمحت انا عطشان، تقول لك ايه ده طيب هجيب لك ميه. هي متوتره شويه، بس كل موقف انت بتعمله هي بتفتكر الموضوع ده، مختوم كده يعني هيفضل طابع في ذاكرتها لسنين. وفي ناس يعني طبعهم اول ما يخش كده عشري وبتاع، فين المطبخ، هعمل انا الشاي بنفسي وبتاع واعمل لك معايا، ويفضل ايه عايز كده. بلاش الطريقه دي، لو ده طبعك بلاش على الاقل في اول يومين ثلاثه، علشان مفيش واحده روسيه اوكرانيه على الاطلاق متعوده ولا بتحب الصنف ده او الطبع ده، ان حد يخش بيتها كده يتوغل يقتحم، ده مش صح. في ناس طبيعتها كده تقتحم ويقول لك فين اوضه النوم عشان عايز انام انا تعبت، ومناسبه النوم طبعا ما تعملش الحركه دي. انا بقول لك يعني ما تتوغلش على البيت، خليها هي اللي تفرجك الغرف، اعمل نفسك مكسوف. معلش لو ده مش طبعك يعني اعمل نفسك مكسوف، ان او مش مكسوف، ما فيش راجل الكسف، لكن هي الفكره ان في حياء، الحياء شعبه من شعب الايمان، لازم يبقى عندك حياء واحترام لاهل البيت اللي انت داخل عليهم، حتى لو كانت زوجتك، ده بيت جديد عليك وانت بتربي حاجه عندها. بمناسبه غرفه النوم، مفيش حد عندهم للاسف بينام بهدومه زينا، انت ممكن تيجي تعبان من الشغل بملابس الخروج بالقميص ولا بالتيشيرت وبالجينز وتروح نايم، هم لا. ده حتى انت وانت بلبس الخروج لو عايز تقعد في غرفه النوم او تقعد على السرير، حتى تقعد مش تنام، تقول لك لا ايه ده انت هتقعد على السرير؟ امال اقعد على ايه؟ طب الكرسي؟ تقول لك انت هتقعد على الكرسي؟ بعض الناس برضو يقول لك، بعض الستات تقول لك لا الكرسي لا. ليه؟ لان البنطلون عزك الله انت كنت بيه بره، قعدت في حته على الارض يعني وسخ، ممكن يكون مش نظيف من الاخر، فما عندهمش حد يقعد، او يعني
يعني في ناس ممكن تسمح عادي تتكسف تلاقيك قعدت طلع خلاص ما دام قعدت خلاص مش مشكله، لكن في الاغلب هم ما بيحبوش الموضوع ده، عندهم حته انك تقعد بهدومك كده جوه البيت اصلا مش مستحب قوي، دخلت البيت بتغير فورا، لكن تفضل قاعد ساعه وساعتين بنفس اللبس يقعدوا يبصوا لك باستغراب كانك كائن فضائي، دي اول مره تعيشوا مع بعض بقى، ف بافتراض ذلك ف ما تدهاش صوره سيئه عنك انك انسان نظيف. طبعا بديهيا برضو جايين من سفر، انت جاي من سفر لسه جاي اول مره على شقتها، ويمكن جايين جيتوا على موسكو ومن موسكو خدتوا مشروطكا لحد بيتها، او ممكن خدتوا قطر او اتوبيس لحد الضاحيه او الحته اللي هي ساكنه فيها، في كورسك، في دفير، في فلاديمير، في اي مدينه ولا في ريزان رحتوا ليها، فطبعا سفر طويل، فبديهيا ايه عايزين نستحمى. ف او لو فضلت قاعد ساعه ساعتين كده وما سالتهاش انا عايز اخد دش، هتقول ده انسان مش طبيعي. هي ممكن من نفسها تقول لك، وده الصح على فكره، معظمهم اكيد هتقول لك مش عايز تاخد دش، معاك غيارات ولا اشوف لك حاجه من عندي، تقول لها اه معايا غيارات وبتاع وبتخلص. اول ما بتخش او يمكن بعد ما بتخش ب 10 دقايق ولا 5 دقايق المفروض انها تسالك السؤال ده، ما سالتوش قول لها انت وانا لو عايز اخد دش بتعملوا الموضوع ده ازاي عندكم؟ لان ممكن تكون ساكنه في بيت من اللي هو اللي فيه بانيه ما فيهوش دش جوه البيت، اللي هي البيوت الخشبيه، فتيجي بره انت والبانيه دي بقى لازم تعليمات، دي ما ينفعش تروح لوحدك، لازم تديك تعليمات، تقول لك لا لازم نولع ده كذا الاول ونفتح الباب وبنقفل الباب البراني ده معلش، وبتغير هنا وبتخش جوه وبتقعد كده وفي طشت، وتقعد توريك الخطوات دي ما ينفعش تعملها لوحدك لو انت اول مره تروح روسيا واول مره تاخد دش في البانيه. فدي كلها شروط وحاجات ناس كتيره ما تعرفهاش، ما تروحش تتفاجئ وتلاقي مثلا ممكن مشكله بينكم في التفاهم في اللغه ولا حاجه، تفتكر انها بتقول لك لا ما تستحماش النهارده، فانت تتضايق بقى تحس ايه ده ايه الناس القذره دي. فعشان بس ايه تبقى فاهم، ممكن يكون الدش بره البيت، وممكن الدش في البيت اه بس محتاج فتره علشان الميه تسخن او اي ظروف، فده لازم مش تقول لك مثلا فاروح هناك وانت خلص تعامل، لا هي بتوريك الستبس او الخطوات او البروسيدير اللي انت بتاخده علشان الدش والتعامل في الحمام. ممكن تقول لك مثلا الحنفيه دي معلش بايظه شويه فبنستخدم الحنفيه الثانيه، او مش عارف هدومك ما تعلقهاش هنا احسن البتاع دي بتلخلخ وهتقع، في تعليمات صغيره لازم تقولها لك، لان عدم التقيد بهذه الامور ممكن يبوظ حاجه عندها في البيت، وممكن يبوظ هدومك، ممكن يبوظ حاجه انت مثلا الدش بتاعك يبوظ وانت بتستحمى يعني. فكل الحاجات دي لازم تسال عليها، اقول لها الدش بتعملوه يعني بتتعاملوا في الدش ازاي؟ فتقول لك اه هناك كده، تقول لها وريني معلش. تمام؟ كل حاجه كده. في قلت لك في غرفه النوم ما تيجي تنام ما ينفعش بهدومك، بتخش بتغير. هو في ثقافه ممكن غريبه عليهم بس بيقبلوها، ان عاده الناس وهي بتنام يعني معظمهم مش كلهم، ودي عاده قديمه يعني مش عند الكل بس عند معظمهم، بيناموا بملابس خفيفه جدا. يعني تلاقي معظم الرجاله ينام الله يعزك بالملابس الداخليه فقط يعني والجزء التحتاني بس، حتى ناس كتير ما بتلبسش فانيلات داخليه، واعتقد في مصر كمان بقى في ناس ما بتلبسش ملابس داخليه فانيلات داخليه. اللي هتتفاجئ بيه يعني لما تتعرف على روس كتير بعدين، هتتفاجئ ان ليك اصحاب روس يعني شباب يعني رجاله ما بيلبسوش حاجه ملابس داخليه اصلا، يعني ده لمعلوماتك، ده ملهاش دعوه ببيت الزوجه يعني، ما لا تحت ولا فوق فاضي، بيلبس البنطلون كده. فبعيد عن النقطه دي نرجع تاني لغرفه النوم، انت بنلبس بيجامه مثلا ولا حاجه للنوم، الزوجه هتستغربك شويه بس تقول لها معلش اصل انا بسقع اصل دي طبعي، وانا تقول لك بس هتتحر ولا حاجه، تقول لها لو اتحرتها على جوزي فوقاني وخلاص وخلصنا يعني، فمش قضيه. بس المهم يعني في اعمل ان انت مكسوف، معلش ان انت مش مكسوف، لا ان عندك حياء، ان انت لا انا متعود البس الحاجات دي، ممكن انام مثلا من غير الجزء الفوقاني ماشي، لكن الجزء التحتاني مهم جدا. حتى مع زوجتك، حتى مع زوجتك انا قاعد في البيت كده، لازم يبقى شكلك في اول اسبوع او اول فتره ان انت راجل محترم، مش راجل هلهلي، مش راجل عشوائي، مش راجل بتحب التعري وخلاص، مش راجل حيحان وخلاص. ما زوجتك وكل حاجه، بس كل حاجه بحساب، هقول لك حلقه بعدين على الموضوع ده، اتقل اتقل تاخد حاجه نظيفه جدا. نيجي بقى لنقطة ايه بره اوضه النوم، رحنا المطبخ وريتك اه انت لو عايز تعمل شاي كذا كذا كذا، ممكن تقول لك انا مش عايز اعمل شاي انا بشربوش مثلا، اعمله انت، ولو ان ما اعتقدش ان في واحده روسيه ما بتشربش شاي. فالمهم
رحت قالت لك السكر هنا، الشاي هنا، كل حاجه خدتها من مكانها ترجعها مكانها، اتفقنا؟ قالت لك املى الميه واعمل مش عارف ايه، كل حاجه استخدمتها تغسلها وترجعها مكانها لو سمحت، على الاقل في الاول. بعد كده هي هتتعامل وهتقول لك لا لا سيبها زي ما هي وانا هغسلها، او انا هنضف الحاجات دي، او سيب الكوبايه على الترابيزه وانا هبقى اغسلها. في نقطه بقى خاصه بالمطبخ، غير انك ترجع كل حاجه مكانها وترجعها مغسوله وما تغيرش مكان حاجه ان امكن، كمان هي غالبا في عاده نسائيه، بس دي هقولها في الجزء الثالث، موجوده حتى عند الروسيات والاوكرانيات، ان هو هقولها لكم في الجزء الثالث خاصه بالمطبخ. نيجي لجزئيه ان لو عايشين في تجمع، يعني ايه في تجمع؟ مجمع سكني؟ لا، تجمع جوه الشقه، يعني كمنالقه، يعني خمس اسر ولا ثلاث اسر عايشين في نفس الشقه، كل واحد واخد له اوضه، ده تعامل تاني خالص. ده طبعا لا تعمل صوت عالي، اول ما تخش تبقى بص ان في جيران وجيران لازقين قوي، الحمام ممكن بالدور، يعني مثلا مش تخش كده تلاقي ما على طول تفتح الباب وتخش وبتاع، ممكن يكون حد جوه وقافل الترباس، فانت مجرد ان انت حاولت تفتح كده يقول لك ايه ده؟ ايه اللي تزق دي؟ فبنخبط الاول، بتزق بصبعك كده الباب ما اتفتحش، فبتخبط تشوف حد جوه ولا لا. تخش تفتح كده انت مش لوحدك، ممكن تلاقي تروح تلاقي حد مستني قدام الباب، فيجي الباب الحمام يتفتح. وعلى فكره معظم الشقق القديمه باب الحمام بيتفتح لبره عشان يوفروا في المساحه الداخليه للحمام، هتلاقي معظم الحمامات بتاعت الشقق القديمه كده. الشقق الجديده بداوا يعملوها لجوه، لكن معظم بيبان هتلاقيها لبره، فما تجيش انت بقى عمال تتعافى تتعافى على الباب ما بيفتحش معاك، تقريبا بيتفتح لبره. فالنقطه دي مهمه. النور برضو ما تسيبش بقى، يعني انت هتلاقي باي ديفولت ممكن النور لو في كمونالكه هتلاقي نور الحمام مقفول، لازم تفتحه وانت داخل وتقفله وانت خارج، في ناس بتسيبه كده. هتلاقي ملاحظه رهيبه، هتفاجئ بتخش الحمام بالذات لو الشقه قديمه، سواء في كمونالكه او مجموعه من الناس معاكوا او زوجتك ساكنه لوحدها او عايشه لوحدها، هتلاقي في الحمام اللي هو المرحاض يعني في اوضه في غرفه، والدش في غرفة، الحمام أو الدش في غرفة، مكان الاستحمام في غرفة منفصلة، فتبقى مفرق، ما تخشش الحمام كده تفاجئ إيه ده؟ ده ما عندهمش دش؟ إيه الناس دي؟ لا، في دش بس في غرفة منفصلة، ده لو في شقة مش في بيت خشبي. كمان أما بتبقى مثلا في المطبخ وفي حد بيطبخ أو كده، ممكن عادي لو هو كمنالقة بتلاقي فيه أكتر من بوتاجاز، لكن في ناس مثلا بيبقى بوتاجاز واحد، فانت محتاج ان انت تقف بالدور، بس لازم تدي خبر للشخص اللي بيطبخ، معلش انا اللي بعدك، انا النكست، علشان هتخرج وترجع تلاقي حد تاني يقول لك ماليش دعوه انا دخلت لقيت المكان فاضي، فلازم تحجز دور معلش. نيجي للنقطه الاخيره في الجزئيه دي، هو الريكوستات او الطلبات. انت تقول لها ايه؟ انا عايز اشرب شاي، عايز شاحن، عايز فيشه اشحن فيها الموبايل، عايز اشرب ميه، عايز اكل، عايز انام، عايز استحمى، كل الطلبات بتاعتك حاول تجمعها في لسته واحده. ما يعني عارف في ناس يقول لك ايه ده اجيب الطلبات كلها مره واحده ده هتقول ده، لا عادي. يعني مثلا تقول ايه بشكل مباشر كده، معلش انا عطشان وكمان عايز استحمى وشوفي لي فيشه موبايل وعايز اطلع هدومي من الشنطه، فشوفي لي مكان افتح فيه الشنطه او ينفع اجيبها هنا، وما معيش فوطه للاسف فشوفي لي فوطه وبس، ده اللي انا فاكره. فهل تنزل الطلبات زي الدش عليها مره واحده كده؟ الاحسن بدل ما تقعد تنقطها كل شويه بطلب وتروح وتيجي تروح وتيجي، تقول لك طب ما تقول لي الطلبات كلها مره واحده بدل ما اقعد اروح واجي خمس ست مرات، العقل والمنطق بيقول كده. نيجي للجزء الاخير من الحلقه، وهو التعاملات بقى بينك وبينها في الفتره الاولى. خلي بالك انت مثلا جايب حاجات معاك من بلدك، قالت لك حطها مثلا في الحته الفلانيه في المطبخ كذا كذا كذا، او حطيتهم انت في مكان معين للاستخدام اليومي، لو دخلت لقيت الحاجه مش في مكانها يا ريت ما تتخانقش، لان ده طبع ستات كتير في العالم وهم جزء من سيدات العالم، فتلاقي ايه راحت تقول لك روقت حطيتها مش عارف فوق ولا مش دور عليها، تقعد تدور مش لاقيها، معلش ما تتخانقش ده طبع، فانت لو انت جاهز مسبقا مش هتتخنق ولا تزعل، وانت مسبقا انت بتحط الحاجه قول لها بصي حطيها بمعرفتك، علشان 90% هتحط الحاجه غالبا مش هتلاقي مكانها بالذات في المطبخ لان ده المملكه بتاعتها،
سواء كنتوا عايشين في كمونالكا او في بيت مستقل بتاعها. الحاجة التانية في غرفة النوم، تعليق الملابس برضو مش عشوائي، مش لقيت حتة فاضية حطيت فيها هدومك، لان هتقول لك انت حطيت هدومك هنا ليه؟ طيب انا ما لقيتش مكان فاضي. فقلت له لا، في مكان تاني انا سايبهولك فاضي، مكان الناحية التانية وانت ما شفتش. فالاول معلش تسألها اعلق هدومي فين. الدولاب ما لازم طبعا هي توريك، مش تفتح الدولاب كده انت من نفسك وتلاقي حته فاضيه تحط فيها حاجتك، تقول لك لا ده ما كانش نظيف مثلا، انا كنت لسه هنضفه، فتلاقي هدومك توسخت، او تقول لك ده فيه مثلا كذا لسه دهنينه. فخلي بالك، قول لها تسالها اعلق حاجتي فين، وكل الاسئله اللي انت عايزها دي اقولها مسبقا وحضرها مسبقا. برضو في حاجه مهمه، ان ما تمسكش في كل حاجه بتشوفها في البيت، دي حته مهمه جدا، بتاخد صورة عنك. يعني مثلا انت اول ما تخش، ايه ده عندكم تلفزيون، وتروح ماسك الريموت وتروح فاتح بقى وقاعد تتفرج، ايه ده عندكم بلاي ستيشن وبتاع، وتروح فاتح وقاعد تبتدي تلعب. ماشي، هي جايباه يمكن البلاي ستيشن ده عشانك، عشان تلعب معاك، او هي عشان انت تلعب لوحدك، بس استأذنها الاول، قول لها ما تلمسش حاجة نهائي، اعمل نفسك خجول، عندك حياء. حتى لو عندك حياء يبقى الحمد لله. الحقيقة ده طبقه في الحالة دي مهمة جدا في أول فترة. ما تجيش تلاقي مثلا حاجة محطوطة على الترابيزة، إيه الجميل ده؟ إيه الحلو ده؟ ما تلمسش حاجة ما تعرفهاش مش بتاعتك. اتفقنا؟ وبكده حلقتي تبقى خلصت، أشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.